السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، لقاء رقم 2 والليلة الثانية اللي بنلتقي فيها مع تابعي جديد. لقاء الليلة دي لقاء في غاية الروعة، لقاء مع قصة الصبر، لقاء مع قصة الرضا، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. رسالة لكل إنسان ابتلي في هذه الحياة، ولا يخلو إنسان من ابتلاء. قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي إنسان في الدنيا لابد يكون معرض لابتلاء. إن احنا عايشين في دنيا، هي في النهاية دنيا، ولن تكون السعادة كاملة إلا في جنة الرحمن، حينما قال كما قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقائنا للادي مع عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن أبيه. عروة ابن الزبير، مين هو عروة ابن الزبير؟ عروة ابن الزبير هو ابن حواري وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام. يبقى أبوه هو الزبير ابن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أيضا من المبشرات بالجنة. وأبوها هو أول من يبشر بالجنة، أبو بكر في الجنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جده لأمه هو أبو بكر الصديق. خالته أم المؤمنين عائشة. يبقى جوز خالته أو زوج خالته هو رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، أي نسب أعظم من هذا؟ إن أبوه يبقى الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، وأمه تكون أسماء بنت أبي بكر، وأبوها هو أبو بكر الصديق، ويبقى خالته أم المؤمنين عائشة، وزوج خالته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. النشأة بتاعته والتربية لينا ان احنا بقى نتخيل بقى واحد عايش بين ام واب، الام والاب الاثنين من اهل الجنه، لان الزبير بن العوام زي ما قلنا يا جماعه من العشر المبشرين بالجنه، واسماء بنت ابي بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها وقال: ابدلك الله بنطاقيك نطاقين في الجنه. فهي من ايضا من المبشرات بالجنه. يبقى الاب من اهل الجنه والام من اهل الجنه، وتخيل الابن وسط اثنين من اهل الجنه هيتربى ازاي؟ تربية عالية جدا طبعا، تربية كلها على النبعين الصافيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عبادته كانت غاية في الروعة. شايف أمه ليل ونهار في عبادة؟ يا جماعة فرق كبير جدا بين واحد عايش في بيت الأب عمال يقول لزوجته: ناوليني صحيح البخاري، ناوليني الجزء الثاني من سنن الترمذي، ناوليني كتاب جامع العلوم والحكم، وبين واحد ثاني قاعد مع زوجته وولاده قدامه: ناوليني شريط الراقصة الفلانية والمغنية الفلانية وشريط المطرب الفلاني. فرق كبير جدا. والابن بيطلع ويشوف الأب بيعمل إيه والأم بتعمل إيه وبيحاول يقلدهم. ولذلك احنا بنعمل يعني معروف كبير جدا في أولادنا لما ننشأهم يعيشوا ويشوفوا الطاعة في بيت الأب والأم، وبنعمل جريمة كبيرة في حق أولادنا لما نعيشهم في جو كله معصية. يبقى أنا مقعد ابني جنبه عمال يتفرج على الراقصة الفلانية والمطرب الفلاني والمطربة الفلانية، أنا يعني برتكب أكبر جريمة في حق أولادي. خدوا بالكم يا حبايبي، أولادنا دول ثمرة ودول أمانة، أمانة ربنا تركها لنا عشان سبحانه وتعالى قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، لذلك كان عروة بن الزبير كان في قمة العبادة، شايف أمه من أهل الجنة وعبادتها عاملة إزاي، شايف جده أبو بكر الصديق وعبادته كانت عاملة إزاي، شايف أبوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وشايف عبادته عاملة إزاي، شايف خالته عائشة وعبادتها عاملة إزاي، شايف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادته عاملة إزاي. أعبد خلق الله وأخشى الناس لله صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا شيء طبيعي يكون هو كمان عبادته عالية جدا جدا.
وبعدين انا مش عايز اقول هو شايف الرسول، ما هو اصل هو تابعي ما شافش النبي، عايز اقول هو شاف عباده النبي من خلال قربه من خالته ومن امه، وهم كانوا بيحكوا له النبي كان بيعمل ايه، فكانه شايف النبي، عشان بس اللفظ يكون واضح، لان هو تابعي. فاذا المساله ان هو شايف جو رائع، جو اسلامي في منتهى الروعه. ولذلك كان ابنه بيحكي ان هو ان عروه بن الزبير كان يسرد الصوم، كان بيصوم طول السنه ما عدا يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وان كان احب الصوم الى الله عز وجل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والافضل من كل ده اتباع سنه النبي بقى صلى الله عليه وسلم، نصوم اثنين وخميس، ونصوم ثلاث ايام في الشهر العربي، ونصوم يوم عاشوراء ويوم عرفه، ونصوم شهر رمضان، ويعني نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عروه بن الزبير كان عبادته شيء عجيب، كان بيقرا كل يوم يا جماعه، وركزوا معايا بالله عليكم، موضوع والله العظيم حاجه يعني بجد لا تصدق. كان كل يوم يقرا ربع القران، ربع المصحف كله، وبنفس الربع اللي بيقراه في النهار يصلي بيه قيام الليل. يعني يقسم القرآن على 4 أيام، كل يوم يقرأ ربع كامل، ربع القرآن مش ربع جزء، لا ربع القرآن كاملا، تمام كده؟ يعني حوالي 7 أجزاء ونص. ولما يقرأ 7 أجزاء ونص، نفس 7 أجزاء ونص لما يجي الليل يصلي بيهم قيام الليل، ولم يترك هذا الورد إلا مرة واحدة يوم ما اتقطعت رجله رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نبدأ قصته. في يوم من الأيام اجتمع في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام عند الكعبة، اجتمع 4: مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير وعبد الله ابن عمر، وقاعدين مع بعض أصحاب وحبايب وأخوات، وقاعدين بيتكلموا، بدل ما يشغلوا وقتهم بغيبه ونميمه وسيره فلان وسيره علان، شاغلين نفسهم بطاعه ربنا. حبايب قلبي، العمر كنزك الحقيقي، اوعى تقعد مع حد يفضل يشغل لسانك في غيبه ونميمه وكذب وبهتان وزور وقذف ومحصنات. اقعد مع الناس اللي تقربك من ربنا والناس اللي تقربك من نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فقاعدين فبيتكلموا، فبيقولوا ايه رايكم؟ ما تيجي نتمنى، كل واحد فينا يتمنى. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، أتمنى أكون خليفة المسلمين. وقال عروة بن الزبير: قال أما أنا فأتمنى أن يؤخذ العلم مني، أتمنى أن أنا أتعلم علم الكتاب والسنة، وأن الناس تتعلم العلم على الأديان. وقال مصعب بن الزبير: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، أكون أمير على العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، عايز أتجوز الاثنين دولت. وقال ابن عمر: وأما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي. يقول الراوي: فنالوا جميعا ما تمنوا. كل واحد فيهم، يعني عبد الله بقى خليفة، واخد بالك، وعروة أخذ العلم عنه بقى عالم كبير، ومصعب ابن الزبير بقى أمير على العراق. قال: ولعل ابن عمر قد غفر له. ياخد بالك المسألة عاملة ازاي؟ في رواية تانية بقى إن الأربعة دول اجتمعوا بس بدون عبد الله بن عمر، وكان مكانه عبد الملك ابن مروان. يبقى عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، وعبد الملك ابن مروان. قاعدين عند حجر اسماعيل عليه السلام، وبعدين بيقولوا: ايه رايكم ما تيجوا نتمنى؟ كل واحد فينا يتمنى حاجه ويشوف هو ربنا يحققها له ولا لا. فقال عبد الله بن الزبير: اتمنى ان املك الحجاز وان انال الخلافه. اخوه مصعب قال له: اتمنى ان املك العراقين، الكوفه والبصره، خدوا بالكم، فلا ينازعني فيهما منازع. وقال عبد الملك بن مروان: أما أنا فأتمنى بأن أمتلك الأرض كلها وأن أكون خليفة على المسلمين. وسكت عروة بن الزبير، قالوا له: ألا تتمنى يا عروة؟ قال: أتمنى. بارك الله لكم في دنياكم، أما أنا فأتمنى أن يؤخذ العلم مني، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ألقى الله وقد رضي عني وأحبني. خدوا بالكم بقى، فاللي حصل ايه؟ دارت الايام، هم كل واحد فيهم يتمنى امنيه يا جماعه، الاربعه كل واحد يتمنى امنيه. دارت الايام، فعبد الله بن الزبير بويع بالخلافه عقب موت يزيد ابن معاويه. فكان بيحكم الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق. ثم قتل عند الكعبه بعد ذلك. قتل في الفتنة اللي حصلت كده، قتل عند الكعبة، يعني في مكان قريب جدا من المكان اللي تمنى فيه الخلافة. وأخوه مصعب بن الزبير تولى إمرة العراق،
من أخوه عبد الله، هو اللي خلاه بقى أمير على العراق. وقتل هو الآخر أيضا قريبا من يعني بسبب برضه نفس الحكايه ديت، قتل ايه بيد ايه بيد إيه الـ 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 الناس اللي هم كانوا يعني قريبين منه. وعبد الملك بن مروان بويع بالخلافه بعد موت ابيه، واجتمعت عليه كلمه المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير. واما عروه بن الزبير فقد تحقق حلمه، وبقى عالم كبير جدا، بقى أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. عروة بن الزبير أكب على طلب العلم على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى يد خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وأصبح عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة. الله، يبقى دوت خد الخلافة وبعدين قتل لعبد الله بن الزبير، وأخوه مصعب نال إمرة العراق وقتل أيضا، وآلت الخلافة في النهاية لعبد الملك ابن مروان، وأما عروة بن الزبير فأصبح عالما كبيرا وأصبح أحد فقهاء المدينة السبعة. يا سلام، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، ده قول علي بن أبي طالب. وسبحان الله فعلا العلم أفضل من المال. كلنا يا جماعة الخير يا حبيب قلبي، كلنا عارفين الإمام البخاري والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والأئمة الكبار دولت، لكن هل حد فينا يعرف واحد من الأغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الأئمة دولت؟ طبعا لا، لأن المال لا يخلد ذكر صاحبه، أما العلم فيخلد ذكر صاحبه. وإحنا لحد يومنا هذا ولحد يوم القيامة نتردى ونترحم على هؤلاء جميعا. أول ما يذكر اسم الإمام البخاري يقول رضي الله عنه وأرضاه، رحمه الله رحمة واسعة. ليه؟ العلم يخلد ذكر صاحبه. تعالوا نشوف تمر الأيام وعروة بن الزبير زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده عايز يكمل نص دينه وعايز يتجوز. ففي يوم من الأيام كان رايح بيطوف حوالين الكعبة، وهو بيطوف لأمين بيطوف معاه عبد الله بن عمر، فراح مكلمه في انه يجوزه بنته سوده بنت عبد الله بن عمر، فراح مكلمه. عبد الله بن عمر لم يرد عليه بكلمه واحده، ما قالوش حاجه خالص. فلما ما ردش عليه حزن عروه بن الزبير، كان نفسه يتجوز سوده بنت عبد الله بن عمر. فلما رجعوا المدينه راح يزور عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر قابله يعني وهش له وبشه وتفضل وقعد معاه وقال له انت كنت كلمتني عن سوده بنتي واحنا بنطوف حوالين الكعبه. عايز يقول له انت لما كلمتني ما اخترتش الوقت المناسب، انت كلمتني واحنا قاعدين في خشوع ومستحضرين يعني هيبه المكان وجلال المكان، واحنا عمالين بنذكر ربنا وبندعو وبنستغفر ويعني المكان ما كانش مناسب والوقت ما كانش مناسب ان احنا نتكلم في موضوع الزواج وغيره، يا ترى انت لسه عايزها؟ فقال له طبعا أنا أشد احتياجا إليها الآن. قال له طيب. راح داعي عبد الله ابن عبد الله بن عمر ومولى نافع مولى أو مولى ونافع مولى عبد الله بن عمر، راح بعت الاثنين وقال لهم إن عروة بن الزبير أنتم تعرفونه جميعا وتعرفون حاله وعبادته وكذا وكذا، يعني أثنى عليه خيرا، وطلب مني بنتي سودة، وقد زوجته من ابنتي سودة، خدوا بالكم بقى، ويعني وزوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها، أقبلت يا عروة؟ قال قد قبلت. قال بارك الله لك، وراح مجوزه بنته سودة بنت عبد الله ابن عمر. سودة أنجبت له أربعة اللي هم مين؟ يحيى وعثمان وهشام ومحمد. الملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. الملائكة في السماء أكتر واحد من أولاد عروة بن الزبير اللي كان بيروي عنه دايما أحاديثه كان هشام بن عروة. لما تقرأ كده في الكتب كتب الحديث تقرأ دايما عن هشام بن عروة عن أبيه ومايل الحديث، واخد بال حضرتك؟ فشايف الموضوع إن هشام ده كان أقرب واحد لعروة بن الزبير في طلب العلم وفي رواية الحديث عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير كان في غاية الكرم، ومش عجيب،
ما هو جده كان أبو بكر الصديق، اللي لما النبي ندى بالصحابة للصدقة راح له أبو بكر الصديق ووضع ماله كلهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، أكيد لازم يطلع من بيت كرم. عروة بن الزبير كان في غاية الكرم، لدرجة أنه في يوم من الأيام كرف جهده وماله وحفر بئر في المدينة، وكانت مياه البئر دي من أعذب مياه المدينة، وجعلها وقفا لله يشرب منها المسلمون في أي وقت وفي أي زمان. وكان ليه بستان، وكان بيعمل موقف كده جميل قوي قوي، أنا لما قرأته تعجبت ليه جدا. كان عنده بستان جميل جدا، وكان البستان ده كان فيه يعني أجود أنواع ثمار، أو من أجود أنواع ثمار المدينة. فكان يعمل إيه؟ يوم محوط البستان ده بالسور طول السنة لحد وقت الحصاد، ويوم ما يجي وقت الحصاد يؤمر بالسور يتهد من الأربع جهات، ويقول للمسلمين كلوا حلالا طيبا، كل الناس تخش تاكل ببلاش وبلا مقابل. طب امال كان بيعمل السور ده ليه؟ عشان يحافظ على الثمره لحد اما تنضج وتبقى جميله كده ويقدروا ياكلوها ويتهنوا بيها، ويوم ما تيجي بقى الثمره تستوي خلاص يؤمر بهدم السور ويقول لهم كلوا حلالا طيبا. يعني كان شيء غريب جدا. لكن عروه بن الزبير على قد العبادة دي كلها، وعلى قد الكرم ده كله، وعلى قد الجود ده كله، وعلى قد العلم اللي كان عنده، وعلى قد الزهد ده كله، اتعرض لابتلاء يا جماعة شديد جدا. عشان كده قلت في بداية القصة النهاردة دي قصة الرضا وقصة الصبر، ان الانسان بيتعلم من القصة دي ازاي ان هو يصبر على البلاء. يا جماعة الخير، فعلا اي انسان في الدنيا معرض للبلاء، الغني معرض انه يفتقر، والصحيح معرض انه يمرض، والانسان اللي عايش وسط حبايبه معرض انه يفقدهم، لان هي دنيا في النهاية، هي دنيا، ولن تكتمل اللذة ولا السعادة الا في جنة الرحمن. سألوا الامام احمد قالوا يا امام متى الراحة؟ قال والله لا راحة الا مع اول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان الخلفاء في عصر بني أمية كانوا يجلون ويحترمون فقهاء المدينة، دي حقيقة، دي حاجة تحسب يعني لصالح يعني الخلفاء في عصر بني أمية. فكانوا بيقربوا جدا علماء المدينة. ففي يوم من الأيام لما الوليد بن عبد الملك أصبح خليفة أو أميرا على المؤمنين، وكان عايش في دمشق، فطلب من عروة بن الزبير ان هو يزوره في دمشق. فراح هناك عروة بن الزبير ودخل على امير المؤمنين وسلم عليه وجلس معه، ويعني وابتدى بقى يوصي ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويعلمه مما جهل الى غير ذلك. ودي فايدة العالم، لما يقعد مع الناس الكبار دولت ما يقعدش عشان ياخد فلوس وعشان ياخد مناصب وعشان مصالح وعشان يمشي أمور شخصية، إنما يقعد عشان يذكرهم بالله ويذكرهم بحق الرعية، وإن هم لابد إن هم يوصوهم بالرعية وبرحمة الرعية، وإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، ويذكروا بيوم القيامة والجنة والنار والآخرة والوقوف بين يدي الله وقفوهم إنهم مسؤولون، ويذكروا بالله سبحانه وتعالى. وده اللي عمله عروة ابن الزبير. الوليد بن عبد الملك أذله بأن هو يتفرج بقى ويتمتع بالمشاهد الجميلة اللي في قصره وفي الطبيعة الجميلة اللي موجودة والمزارع والخضرة والأنهار، ويعني خلاه يتمتع بشوية مشاهد جميلة. لكن حصل ابتلاء شديد جدا، وزي ما بيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. في يوم من الأيام وعروة بن الزبير موجود عند الوليد ابن عبد الملك، وكان عروة رايح له معاه ابن محمد ابنه الكبير البكر، فهو رايح له وقاعدين هناك مع بعض. يقدر ربنا سبحانه وتعالى اشتكى عروة من بعض الآلام في رجله، فالوليد بن عبد الملك طبعا رجل أمير المؤمنين فكل الأطباء يعني تحت أمره، فدعاله أكبر الأطباء كشفوا عليه قالوا له رجله فيها مرض اسمه الآكلة. الآكلة دي عاملة زي مرض الغرغرين، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. قالوا له فلا بد من قطع رجله. فعروة بن الزبير رافض في بداية الأمر، فاستنى شوية، فالغرغرينة جريت لحد ما وصلت لساقه، فقالوا لابد من قطع الساق، فقال لا بل أصبر، يعني لعل وعسى يكون في علاج ولا أي حاجة. حد ما وصل الغرغرينة لحد ركبته، لو عدت بعد كده لمنتصف الفخذ ممكن يتعرض لمأساة كبيرة جدا. فخاف عليه الوليد بن عبد الملك وعرض عليه أنه يعني خلاص لابد من البتر بدل ما تموت.
فقال إن لله وإن إليه راجعون، ووافق عروة بن الزبير إن تتقطع رجليه. فدخل عليه الأطباء وقالوا له نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك أن يذهب فلا تشعر بألم القطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله. العقل ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، إزاي أن أنا أذهب عقل ربنا منحولي؟ ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة، مش بقولك كان في قمة العبادة، بقولك كان بيسرد الصوم إلا في يومين بس في سنة، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعمره في حياته مقضاها إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يقرأ كل يوم ربع قرآن ويقوم به بصلاة الليل، حاجة قمة في العبادة، حاجة عبادة يخضع لها. وفي النهاية قال لهم انتظروا حتى إذا ما دخلتم في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. ويدخل عروة بن الزبير في الصلاة ويكبر، خلاص الله أكبر، أكبر من الدنيا ومن التجارة ومن الفلوس والمناصب والزوجة والأولاد وكل متاع الدنيا، الله أكبر، وابتدى يتمتع ويتلذذ بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. وقعد يصلي، وأول ما سجد مسكوا رجليه وقطعوها بالمناشير. شوف قد ايه، تخيل، شوف شوف شدة الألم، قطعوها بالمناشير فأغشي عليه من شدة الألم. في اليوم الثاني لما فاق كان حصل مشكلة تانية وابتلاء تاني، قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك، خلاص رجلك اتقطعت، وأحسن الله عزاءك في ابنك، ابن محمد، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. عمل إيه عروة بن الزبير؟ ابتسم وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أربعة أطراف، وأدي من نعمة قبل النقمة، شوف الأدب، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم حمل رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. تألم الوليد بن عبد الملك للي حصل لعروة بن الزبير وزعل جدا، وبدأ يكلم الناس أنا عايز حد يواسي عروة بن الزبير. وفجأة جاله واحد من الناس اللي شغالين عنده وقال له يا أمير المؤمنين هناك رجل ابتلي ببلاء شديد، وأرى إن حدث عروة بن الزبير سيتصبر بكلامي. قال له هاته، قال له من أين هو؟ قال رجل من بني عبس. دخل على الوليد بن عبد الملك وحكى قصته ليه فأعجب بها، وقال له ادخل على عروة بن الزبير واحكي له قصتك. دخل وحكى له قدام الوليد بن عبد الملك، قال له انا كنت من اغنى الناس من بني عبس، وعندي اموال وتجارات وعندي جمال وعندي 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 ومزارع وعندي زوجات واولاد باعداد واموال كتير وعندي حاجات كتير غير كتير قوي يعني. قال له في يوم من الايام خرجت لتجاره ثم عدت، فلما عدت وجدت السيل قد خرب الوادي وقتل كل أزواجي وأولادي وبهائمي ومزارع، كل حاجة ماتت ولم يتبقى إلا جمل وطفل رضيع من أولادي. قال فلما جريت عشان ألحق الطفل الرضيع ده والسيل وصلوا لحد يعني جزع نخلة كده، فقبل ما أوصل للطفل وجدت الذئب قد سبقني وأخذ الطفل في فمي فمات. قال فعدت لأدرك الجمل، يعني أي حاجة وخلاص أعيش بيها، فلما وصلت إليه رفصني برجله في عيني فأعمى عيني. فقال له الوليد وكيف وجدت نفسك؟ قال راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فتصبر عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. بعد أيام من هذه الصدمة الكبيرة عاد عروة بن الزبير إلى المدينة المنورة حيث أهله وتلاميذه، وجاء الناس بقى يعزوه، وكان أجمل ما تعز به كلمة قالها له واحد اسمه عيسى بن طلحة، قال له كلمة حلوة قوي، عروة بن الزبير ليه مقطوعة فعايز حد يصبره بكلمة، فقال له والله يا أبا عبد الله إنا ما أعددناك للصراع ولا للسباق، كناش عايزين رجليك في حاجة، ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك. قال له احنا ما كناش محتاجين رجليك في حاجة، ما تزعلش، احنا كنا محتاجين رأيك وعلمك، والحمد لله الاثنين موجودين. وقال له إبراهيم ابن محمد ابن طلحة لقد تقدم عضو من أعضائك إلى الجنة
وابن من أبنائك إلى الجنة والكل يتبع البعض إن شاء الله. وظل عروة بن الزبير يربي أولادها وتلاميذها على التقوى وعلى الخشية وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يسرد الصوم حتى آخر يوم في عمره، وكل يوم لم يفته إنه يقرأ كل يوم ورد القرآن. يا جماعة الخير، إحنا في شهر القرآن، بالله عليكم على الأقل، على الأقل بقول على الأقل نختم القرآن 3 مرات، يعني نقرأ كل يوم 3 أجزاء، وتقدروا والله تختموه 10 مرات بفضل الله سبحانه وتعالى، من خلال حاجة بسيطة جدا. إن إحنا، أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا لو قدرنا قبل كل فرض نقرأ جزء، وبعد كل فرض نقرأ جزء، يعني 5 فروض في جزئين، يعني 10 أجزاء كل يوم، يعني كل 3 أيام ممكن نختم وإحنا مرتاحين جدا بدون أي عناء بفضل الله سبحانه وتعالى. ظل عروة بن الزبير مواظبا على صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن حتى وافته المنية وهو صائم في آخر يوم من أيام حياته. كان صائم وهم بيقولوا له افطر، قال لهم ما أقدرش، يعني أفضل صائم عمره كله، واجي في اليوم اللي هلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى أكون فيه مفطرا، لا أفطر أبدا. ومات وهو صائم. وقد قال حبيبنا من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. أخويا وحبيبي، ده كان مختصر بسيط جدا لحياة عروة بن الزبير. عروة بن الزبير اللي كان ثمرة جميلة جدا من ثمرات تربية أم من أهل الجنة وأب من أهل الجنة. أكيد لما بيكون الأب صالح والأم صالحة أكيد بتطلع ثمرة طيبة. عشان كده بوصي كل شاب: تأنى في اختيارك لزوجتك. انت بتختار الارض اللي هتخرج لك الثمرة الطيبة اللي بعد كده بفضل الله ربنا ينفع بها الاسلام والمسلمين والبلاد والعباد. فاحتسب، احتسب ان انت تنتقي زوجة طيبة، واحتسب ان اولادك دي يكون وقف لله، وانت وزوجتك وعيلتك كلها وحياتك ومالك ودنيتك كلها وقف لله سبحانه وتعالى. ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. محتاجين قد ايه ان احنا فعلا نخلي كل حياتنا واسرتنا واولادنا عايشين لله، ما يبقاش حياتنا كلها لعب وضحك وهزار وفسح ومتع. وده مش حرام، لو كان في ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى يبقى ساعه وساعه، ساعه يعني ننتفع بها بالمباحات عشان نرجع للطاعات، واحنا يعني ايه ما شاء الله حاسين باقبال شديد جدا على الطاعه. لكن ما يبقاش حياتنا كلها يا جماعه مباحات وفسح ومتع ونسيب الطاعه. يبقى محتاجين ان احنا نعيش لله، محتاجين نقرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين ان احنا فعلا نرفع شعار: وعجلت اليك رب لترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.